ازيك؟ ده الجزء الثاني من فيديو افضل هواتف اللي بنعمله بشكل شهري على القناه هنا، والناس كتير بتعتمد عليه عشان بتختار منه الموبايل اللي هتشتريه، وده بيزود الحقيقه المسؤوليه علينا هنا في القناه عشان نغربل السوق بعنايه شديده ونختار افضل موبايل في كل فئه سعريه. وعدت اني بقول لك لا ده الموبايل ده خلي بالك ده كويس، لا ده موبايل يعني مش قد كده، والاخواتنا من خارج مصر يعني 259 دولار لاقل من 518 دولار، وده سعر تحويل العمله. ولاحظ الدقه اللي انا جايب لك بيها كل حاجه، هتلاقي تنوع في البراندات هنا. لو انت بتفضل مثلا براند معين باستثناء واوي عشان مفيش خدمات جوجل طبعا بشكل رسمي، وان كنت بفضلهم بصراحه عشان كانوا يعني متفوقين في حته الشبكات بعكس موبايلات سامسونج. انفينكس ملهاش موبايلات في الفئات ديت، انما هتلاقي كل الباقي تقريبا. وحابب اكد ان جميع الاسعار هي والتسجيل الفيديو ده، وممكن تزيد او تقل ب 200 ل 400 جنيه على حسب المكان اللي هتشتري منه. قبل ما اتعمق اكتر من كده، ما تنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو جديد انزله، وما تنساش تدعم منور بلايك للفيديو. فئه من 8000 جنيه لاقل من 9000 جنيه، ريدمي نوت 10 اس. موبايل قديم شويه بس كويس جدا، بيقدم لك شاشه حجمها تحت المتوسط 6.43 بوصه من نوع اميليد، وده نوع الشاشه الافضل. ازاز حمايه هنا جوريلا جلاس الاصدار الثالث، بيقدم لك بردك معالج فئه متوسطه كويس، في فئته هو ميديا تك هيليو جي 95، اداء رسومي عالي للمعالج ده لو انت بتحب شويه جيمز وكده. اربع كاميرات والاساسيه 64 ميجا بكسل، وما تقلقش خالص من شاومي في حته الشحن والبطاريه، عشان معانا هنا بطاريه 5000 ملي امبير للاستخدام الطويل والشاق، وشحن 33 واط يعني يعتبر كويس جدا للعمر الافتراضي للبطاريه. الشحن المتوسط دايما بيكون الافضل، اللي هو لا عالي قوي ولا واطي. سعر ريدمي نوت 10 اس دلوقتي 8250 جنيه او 267 دولار. النسخه 8 جرام مع 128 جيجا مساحه داخليه، و8 جرام بتحصنك ضد المستقبل. وما تنساش برده الاستيريو سبيكرز عشان الصوت المحيطي هنا حاجه كويسه جدا. يا جماعه اللي مش عارف، الهلال الاحمر المصري مشكورين، بيوصلوا المساعدات الانسانيه لاهالينا في غزه، بيوصلوا اكل، بيوصلوا ميه، ادويه وخلافه، عشان الدنيا هناك انتوا فاهمين الدنيا عامله ازاي. فعلى فكره ممكن تتبرع، ممكن برساله، او ممكن انا احسن حاجه بالنسبه لي عامه فودافون كاش، بحبها جدا، سهله وما فيهاش اي حاجه من الاب، او ممكن اورنج كاش. حاول تتبرع والتبرع بتاعك بيفرق. النسخه بقى الاحدث من الموبايل ده هو ريدمي نوت 11 اس، نفس الموبايل بنفس حجم الشاشه الصغير نسبيا، بس المره دي مع 90 هرتز عشان السلاسه في السكرولينج، وده كمان بقى الترند اللي ماشي وكده. بانل اميليد هنا رائع 6.43 بوصه، ازاز حمايه جوريلا جلاس الاصدار الثالث، مع اداء يعتبر كويس بس اقل من نوت 10 اس، يعني رجعوا خطوه لورا هنا لما استعملوا تشيب هيليو جي 96، لان هيليو جي 95 اقوى في المعالج الرسومي المدمج مع التشيب هنا. هتحس بالفرق بشكل كبير في الجيمز او اي برنامج بقى ايه بيحتاج اداء رسومي عالي زي مثلا برامج التعديل على الصور والفيديوهات. كاميرا اساسيه هنا 108 ميجا بكسل، برضه الترند اللي كان جديد وقتها ومناسبه لمحبي التصوير. سيريو سبيكرز وبطاريه كبيره 5000 ملي امبير مع شحن سريع 33 واط. سعر الموبايل ده دلوقتي 8660 جنيه او 280 دولار للنسخه 6 جرام مع 128 جيجا مساحه داخليه. يا جدعان لايك يا جدعان، عشان المجهود اللي بيتعمل ده بيطلع عيني والله في الكلام اللي بيقعد يتكتب على الشاشه ده، مش هوصيك يعني. سامسونج ام 33، تصميم الموبايل ده كويس ومختلف شويه عن سلسله الايه. حجم الشاشه كبير 6.6 بوصه، بانل الشاشه هنا ال سي دي 120 هرتز ريفرش ريت، والمعالج قادر جدا على هندله العدد الكبير ده من الفريمز الزياده. معالج اكزينوس 2280 او 1280، معالج قوي بالنسبه لفئه الموبايل ده. بطاريه 6000 ملي امبير، يعني صعب قوي تلاقي البطاريه دي دلوقتي في حين كل الجديد بينزل ب 5000 ملي امبير. دعم بقى للشحن السريع ب 25 واط، وللاسف برضو الشاحن مش بيجي مع الموبايل ده. اربع كاميرات في الظهر، وده كان الترند بتاع السنه اللي فاتت، والكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل اف 1.8، وفي عدسه للكادر الواسع. كاميرا اماميه 8 ميجا بكسل 8750 جنيه او 283 دولار، 8 جرام مع 128 جيجا مساحه داخليه، وسعره نزل شويه عن فيديو الشهر اللي فات. سامسونج ماشيه دايما مع سياسه التوفير، وسواء في الشاحن في الجراب، وبرضك بتقلد شركه ابل في الحته ديت، او الترند اللي مش لطيف اللي بداوا بيه، ولا بقى نحافظ على البيئه، انت فاهم، وشالوا الشاحن، والشاحن بيتباع بشكل منفصل. طب والبيئه مش بتزعل؟ لا البيئه عادي تمام، طالما دفعت ثمن شاحن زياده البيئه مبسوطه. وغالبا سامسونج بتقلد ابل في الجزئيه دي، وبرايي دي حاجه مش لطيفه يا سامسونج، يعني على الاقل ما نعملش كده ونستخدم فئه اقتصاديه متوسطه، عيب عيب. فيبقى من 9000 جنيه لاقل من 10000 جنيه. دايما قبل ما برشح موبايل من ابو بحب اعرفك ان موبايلات ابو غاليه عشان بيتصرف عليها دعايه وبيتعمل لها تسويق وسبونسر شيب بسخاء وكده، وصدقني اي حد بيطبل بيحب البراند ده جدا. والله التسويق المبالغ فيه بيترجم في تكلفه اعلى للموبايل على حضرتك وعليا. لو بتدور بقى على حاجه قريبه من
أوبو، ففي ريلمي يعتبر براند فرعي مستقل ومن نفس الشركة الأم. والله في الأول يعني لو تفتكروا أيام زمان أول ما ريلمي بدأت في 2018 كان هو نفس الموبايل أوبو، هو الموبايل ريلمي، واحد مكتوب عليه ريلمي واحد مكتوب عليه أوبو بسعر أرخص. في الأول في الآخر الاتنين بيتباعوا شركة واحدة أم واللي هي مجموعة بي بي كي إلكترونيكس الصينية. إنما لو أنت من محبي بقى هواتف أوبو ففي اختيار كويس هنا، موبايل أوبو في الفئة المتوسطة بيقدم قيمة عالية مقابل السعر. أو والله عايز أقول لك ما دخلت بلجان ممكن أقول الجملة دي. أوبو رينو 8T الموبايل ده يا جماعة يعني شياكة فخامة، دي أولوية دايما عند أوبو بصراحة. زي ما أنت شايف بقول الحلو زي ما بقول الوحش. وزن الموبايل ده خفيف 180 جرام، ده موبايل أصغر من المتوسط بشوية 46 بوصة. مفيش أي توفير هنا في الشاشة يعني ما وفروش ولا حاجة كده، كل حاجة تمام. الشاشة ممتازة، بانل أمليد، البانل الغالي يعني مش IPS LCD. البانل أمليد على فكرة أفضل في السطوع، والكونتراست أو اللي هو الاختلاف ما بين اللون الأبيض واللون الأسود والألوان ومشاهدة أي محتوى على الموبايل بشكل عام بيبقى أفضل. كمان الشاشة بتدعم 90 هرتز ريفرش ريت عشان السلاسة. ولما بنتكلم في بانل أمليد يعني هتدفع مبلغ محترم لو الشاشة اتكسرت لا قدر الله، عشان كده أبو عملوا حسابهم هنا في إزاز حماية محترم جريلا جلاس الإصدار الخامس. بس ده ما يمنعش برضه إن أنت يعني هتحتاج تركب سكرين إزاز برضه كحماية إضافية للشاشة. لأول مرة وفترة كبيرة في الفئة دي أقول لك إن في هنا معالج محترم ويضيق مع سعر الموبايل ده واللي هو هيليو جي 99. أبو كان بينزل موبايل محترم جدا بس مع معالج اقتصادي حقير. أه والله يعني معالج من اللي كانوا بيتضربوا بالشبشب في الصين هناك بينزل لنا هنا في موبايل محترم يقول لك خد 10,000 جنيه. نما المرة دي اختيار موفق، هيليو جي 99 من ميديا تك التايوانية، معالج فئة متوسطة محترم وإن كان مش معالج حديث بس مازال اختيار موفق برضه. موبايل بيجيب 3 كاميرات والأساسية 100 ميجا بكسل F1.7 وفتح العدسة هنا مميز على فكرة، مع معالجة ألوان أبو اللي هي فاقعة شويتين دي في ناس بتحبها برضك. ستيريو سبيكرز ميزة محترمة جدا، وبطارية كبيرة 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 33 واط. سعر أبو رينو 8T دلوقتي يعتبر جامد جدا بصراحة، 9333 جنيه أو $302 النسخة 8 جرام مع 128 جيجا مساحة داخلية. وفعلا المرة دي يا جماعة ده باكج شبه متكامل من أبو، وبحييهم الحقيقة على الموبايل الممتاز ده سواء اعتاد أو سعر، فيبقى من 10,000 جنيه لأقل من 11,000 جنيه. ومن أول هنا وأنت طالع هتلاحظ إن سامسونج فرضين سيطرتهم بأكتر من موبايل. بلطجة كده. عزيزي المشاهد الجميل، هل عملت لايك للفيديو؟ عملت لايك؟ عملت لايك خلاص؟ ده بيروح النار، يلا نكمل. سامسونج جالاكسي A34 تصميم مميز لسلسلة الA من سامسونج، خامات من البلاستيك المعالج أو اللي هو البولي كاربونيت لامتصاص الصدمات لو الموبايل وقع، بيقدم لك شاشة ممتازة سوبر أمليد وكمان 120 هرتز ريفرش ريت أو معدل تحديث. حجم الشاشة هنا كبير 6.6 بوصة وجريلا جلاس الإصدار الخامس، ويفضل تشتري سكرين إزاز للموبايل ده برضه. سامسونج بقى إيه علت هنا الأداء لما استخدمت معالج ديمنسيتي 1080 مبني على معمارية متطورة 6 نانومتر، موفر في البطارية وينفع للجيمرز ويعمل بوش ل 120 فريمز للشاشة مفيش أي مشكلة. في برضك دعم تسجيل فيديو هنا 4K وكمان تقدر تسجل 4K بالكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل. والموبايل بيجي بثلاث كاميرات والأساسية 48 ميجا بكسل، طبعا كلنا عارفين إن رقم الميجا بكسل ما يسواش أي حاجة أو مش هو كل حاجة، مع معالجة ألوان سامسونج اللي هي الأقرب للصور الحقيقية. في هنا تثبيت بصري او اي اس ودي ميزه قويه جدا، خلي بالك دعم ستيريو سبيكرز عشان الصوت المحيطي، بيقدم لك البطاريه الكبيره 5000 ملي امبير مع الشحن السريع يعني سريع 25 واط، وسامسونج بتخلي سرعات الشحن العاليه او الاعلى من ديت في الموبايلات الفلاجشيب. انما طبعا لا يقارن مع الشركات الصينيه بصراحه، سامسونج متاخرين قوي او هم متعمدين اللي هو احنا تبع ابل مالناش دعوه بهذه الشركات الصينيه الجديده. وللاسف مفيش شاحن هنا في العلبه عشان البيئه هتزعل مننا والله، عشان البيئة فاهم انت. سعر سامسونج جالاكسي A34 دلوقتي 10,650 جنيه او $344 لنسخة 8 جرام مع 128 جيجا مساحة داخلية، والموبايل ده سعره زاد حوالي 500 جنيه عن الشهر اللي فات نتيجة زيادة الطلب عليه، فئت من 11,000 جنيه لأقل من 12,000 جنيه. لو انت محبي هواتف سامسونج بس نفسك في موبايل بمعالج سناب دراجون، سامسونج M52 موبايل يعتبر ممتاز، وزنه خفيف، شاشة كبيرة 6.7 بوصة بفضلها جدا، أفلام بقى مسلسلات محتوى كل حاجة، بانل سوبر أمليد بلس ودعم ريفرش ريت 120 هرتز، معالج فئه متوسطه ممتاز سناب دراجون 778 جي، معالج بيهندل اي العاب تقيله مهما كانت ومستقر في الاداء والسخونيه حتى مع اللعب الوقت الطويل. بطاريه الموبايل ده كبيره 5000 ملي امبير مع الشحن السريع الخاص بتاع سامسونج، والله ماسك نفسي بالضحك كل ما اقول الشحن السريع وفي الاخر اقول 25 واط. المهم 25 واط، سعر سامسونج M52 دلوقتي 11400 جنيه او $369، شايف الدقه؟ 8 جرام مع 128 جنيه
جنب ساحه داخليه. وبالنسبه للشاحن الموبايل ده معاه شاحن بس 15 واط بس، يعني برضك هتروح تشتري الشاحن 25 مفيش فايده. ومعظم الموبايل ده على فكره بقى قليل جدا في السوق لو يعني لو بتفكر تشتري ستاك، فبقى من 12000 جنيه لاقل من 13000 جنيه. في موبايل مميز هنا لو انت محبي هواتف ريلمي، ريلمي 11 برو بيجي بتصميم مميز، الظهر خامته بولي كاربونيت مع شاشه ايدج. انا شخصيا بصراحه ما بحبش شاشه الايدج او اللي هي منحنيه من عند الاطراف دي، بس هي في الاول وفي الاخر تفضيلات واذواق شخصيه. شاشه الموبايل ده كبيره جدا 6.7 بوصه، ومع كده في وزن الموبايل يعتبر يعني عاش خفيف جدا 183 بالنسبه لحجم الشاشه الكبير دوت، وده وزن اللي هي النسخه اللي مش بجلد بالظهر. بانل الشاشه هنا اموليد بيدعم محتوى الهاي دايناميك رينج او الاتش دي ار، وده بيقدم الوان افضل وتجربه مشاهده افضل بشرط ان المحتوى يكون اصلا متصور اتش دي ار. في على مواقع على فكره الستريمز الكبيره والافلام اللي عليها افلام ومسلسلات وكده بتلاقي قسم محتوى اتش دي ار، وعشان ريلمي تضيف لك سلاسه هنا في الشاشه هنا كمان بتدعم ريفرش ريت اب تو 120 فريم في الثانيه، وهو ده معنى 120 هرتز مع دقه شاشه فول اتش دي بلس. انا شايف الحقيقه ان الشاشه فريم 11 برو مميزه قوي، وعجبني برضو الحجم الكبير بتاع الشاشه. فلو انت من اولوياتك الموبايل ده الشاشه، فلازم يكون الموبايل ده في الحسبان اكيد. وعلى كويس ديمنسيتي 7050 مبني على معماريه حديثه 6 نانومتر، بيهندل الالعاب بشكل سلس والاستخدام اليومي، وموفر برضو في البطاريه مع بطاريه كبيره هنا 5000 ملي امبير بما اننا بنتكلم على البطاريه، وشحن صاروخي 67 واط. هو ده الشحن مش 25 واط. كاميرتين في الدار واسيا 100 بكسل. افضل سعر ريلمي 11 برو دلوقتي 12555 جنيه او 406 دولار لنسخه 8 جرام مع 256 جيجا مساحه داخليه، هارد صغير في جيبك. بصراحه زي ما بنقول الوحش في اي موبايل، فلازم برضو نقول ان الموبايل ده مميز جدا فئته، فئه من 13000 جنيه لاقل من 14000 جنيه. سامسونج اي 54 التصميم الكلاسيك اللي بتميز بيه سلسله الاي، بس ضيف على كده ازاز على الظهر والشاشه كمان، شاشه اصغر من المتوسط شويه 6.4 بوصه، بانل سوبر اموليد ممتاز 120 هرتز، ريفرش ريت او دعم اتش دي ار 10 لافضل تجربه مشاهده، الشيب هنا كويس جدا اكسينوس 1380 او 1380، معالج حديث ومبني على معماريه 5 نانومتر، موفر في البطاريه بينتج سخونيه اقل، الموبايل بيدعم برضه السيريو سبيكرز او تجربه الصوت المحيطيه. ثلاث كاميرات في الظهر الرئيسيه 50 ميجا بكسل اف 1.8 مع او اي اس او اللي هو مثبت بصري، وسنسور كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل اف 2.2، البطاريه المعتاده 5000 ملي امبير مع دعم للشحن السريع 25 واط. وللاسف مفيش شحن هنا في العلبه. سعر سامسونج اي 54 دلوقتي 13600 جنيه او 440 دولار نسخة 8 جرام مع 128 جيجا مساحه داخليه، والموبايل ده على فكره سعره نزل حوالي 400 جنيه على الشهر اللي فات عشان الطلب كان عليه قليل شويه. هنسيب فئه 14000 جنيه ونروح على طول على فئه من 15000 جنيه لاقل من 16000 جنيه. لو بتدور على موبايل باور هاوس يعني فلاج شيب كيلر وبسعر معقول ويغنيك عن الموبايلات اللي ب 20 و 25000 جنيه، بوكو اف 5. السلسله دي مصدومه والله يا جماعه من شاومي، عشان كان في قبل كده عيب صناعه في احد الموبايلات وكان في باتش معين والموضوع خلص، بس لسه عارف انت معلم برده الموضوع. عامه الموبايل ده ما فيهوش مشاكل، موبايل حجمه كويس 6.67 بوصه، ومع كده فوزن الموبايل 181 جرام بس، مقاوم للميه والغبار، IP53، خامات الظهر من بولي كاربونيت، بانل اموليد عالي الجوده 68 مليار لون. طبعا يا جماعه البانل اموليد درجات وعلى حسب السعر، دعم HDR 10 بلس ودولبي فيجن، سطوع بيوصل ل 1000 نتس تحت اشعه الشمس المباشره مع 120 هرتز ريفرش ريت. والملخص دي شاشه ممتازه جدا، محميه برضو بزاز حمايه هنا من الشركه الامريكيه كورنينج، لورا جوريلا جلاس الاصدار الخامس، ستيريو سبيكرز التجربه المحيطيه للصوت، وبيقدم لك معالج قوي جدا 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 من الشركه الامريكيه كوالكوم واللي هو سناب دراجون 7 بلس جين 2، مبني على معماريه خرافيه 4 نانومتر بس، وده بيترجم في توفير اكبر في طاقه البطاريه وكفاءه برضو مع سخونيه اقل في الجيمز الثقيله. الموبايل ده موجه اصلا للجيمرز، وعشان كده بيركز على الصوت والشاشه والاداء وكعاد موبايلات الجيمرز عشان تبقى فاهم على طول، مش بيركز على حته الكاميرا، بيبقى الكاميرا اضعف حاجه فيه. الموبايل ده بيقدم لك ثلاث كاميرات الاساسيه 64 ميجا بكسل مع شحن صاروخي 67 واط، بيشحن بطاريه 5000 ملي امبير من 0 ل 100% في حوالي 45 دقيقه. افضل سعر الوحش بوكو اف 5 دلوقتي 15444 جنيه او 500 دولار لنسخه 8 جرام مع 256 جيجا مساحه داخليه. ضروري جدا يا جماعه وانت بتختار موبايلك ان انت تقرر قبلها كل التفاصيل، والله دي حاجه مهمه جدا قلتها قبل كده وبكررها تاني معلش يعني. اوعى تروح بقى تغير رايك قدام البياع او البروموتر في المحل او المول لاي سبب من الاسباب، خد وقتك دلوقتي قرر وشوف الافضل لاستخدامك، وكمان عاوزه كام رام وقد ايه ذاكره داخليه، وحتى اللون يعني قرر كل حاجه قبل ما تروح تشتري او حتى قبل ما تطلب اونلاين. ولو رحت هناك اوقات بيكون في بروموتر موجود في المحل تبع شركه معينه ايا كانت، هيبدا بقى يقول لك انت ايه الموبايل اللي اخترته، لا ده مش احسن حاجه، ويحاول يقنعك بموبايل من اختياره هو، يعني بيدور على مصلحتك وهو اصلا بيحقق التارجت بتاعه. فالكلام اللي بقوله لك ده والله عن تجربة
تجربه حصل مع اختي شخصيا وبس. ما تنساش باللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعني على الانستجرام، رابط تحت الفيديو. كان معكم محمد نوار، وشوفكم الفيديو الجاي. Peace.